السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في الفيديو. ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل بريد الكتروني للاعمال مجانا 100%، وفي فرق ما بين البريد الالكتروني العادي زي اللي عندنا كلنا احمد@gmail.com او احمد@yahoo.com، وبين البريد الالكتروني الاحترافي اللي هو بيبقى اسمك @اسم موقعك.com او info@اسم موقعك.com او admin@اسم موقعك.com وهكذا. اذا كان الاثنين متشابهين في نفس الوظيفه ارسال واستقبال الرسائل لكنهم برضو مختلفين، والبريد الالكتروني للاعمال بيتقال عليه اكتر مسمى، بيتقال عليه ايميل شركات، بيتقال عليه ايميل احترافي، بيتقال عليه ايميل بزنس، او بيتقال عليه ايميل تجاري. ايه هي بقى مميزات الايميل التجاري اللي احنا نتعلم نعمله ان شاء الله في الفيديو ده؟ انت لما بيكون عندك ايميل تجاري ده بيعبر عنك ككيان او مؤسسه او شركه او شخص احترافي. لما بيكون عندك ايميل احترافي زي كده ده بيدي ليك وجهه وبيدي ثقة للناس اللي انت بتعامل معاهم. انت برضو لما يكون عندك قناة يوتيوب وتحط الايميل الاحترافي ده كبريد تواصل معاك بيخلي قيمة الاعلان عندك اعلى، مش قيمة اعلانات ادسنس، لا قيمة الاعلانات اللي الناس بتواصل معاك علشان يعملوا اعلانات عندك في القناة، الشركات اللي بتكلمك علشان تعمل اعلان. لما بتلاقي عندك بريد الكتروني احترافي فده بيدي فرصة ان قيمة الاعلان عندك تبقى اعلى، يدفعوا مبلغ اعلى في الاعلان. برضو موقع السي بي اي، في مواقع بتشترط ان انت يكون عندك ايميل احترافي علشان يقبلوا اصلا شغلك معهم. فان شاء الله في الفيديو ده هتعلم بالتفصيل ازاي نعمل ايميل احترافي. مبدئيا لازم يكون عندك دومين او عندك موقع، ما عندكش موقع مش مشكله، لازم يكون عندك دومين علشان تعمل عليه الايميل الاحترافي ده. ومعظم الناس اللي بتتابعنا هنا على القناه عندهم مواقع، فالموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبه لهم. ولو ما عندكش موقع او ما عندكش نطاق او ما عندكش دومين، ونطاق هو الدومين، انا كنت عملت فيديوهات كتير قبل كده ازاي تشتري نطاق او ازاي تشتري دومين موقع جدادي، هسيب لك رابط الفيديوهات في الوصف اسفل الفيديو. يلا بينا ندخل في الشرح العملي ازاي نعمل بريد الكتروني للاعمال مجانا 100%. هندخل على موقع زوهو، ورابط الموقع هيكون موجود في وصف الفيديو، وتابع معايا بتركيز وان شاء الله هوصلت لك الموضوع تماما. واي حد مبتدئ واي حد ما عندوش خبرة ان شاء الله هيطلع من الفيديو ده عنده ايميل احترافي، ايميل اعمال او بريد اعمال تجاري. هنقول له هنا الاشتراك مجانا، ابدأ مع حسابك المجاني. هنحط البريد الالكتروني، هجيب له البريد الالكتروني ده ايميل تجريبي عندي، ادي البريد الالكتروني وكلمة السر. بيقترح عليا كلمة سر، لا انا احط كلمة سر من عندنا عشان ما انساهاش، وعلم على انا اوافق، تسجيل اشتراك مجانا، كلمة سر مش قوية، عايز كلمة سر قوية. اوكي، تسجيل اشتراك مجانا. كلمة سر قوية يعني ايه؟ يعني فيها حروف كابيتال وفيها حروف سمول وفيها ارقام وفيها رموز. تسجيل اشتراك، انشئ حساب، تمام حفظ. نخش كده البريد الالكتروني بتاعنا نشوف جاء رسالة تأكيد ولا لا. فعلا جاء رسالة تأكيد، قم بتأكيد حسابك. تمام، انشئ معي الخطوات بالتفصيل. وبعد كده اقول التحقق، الوصول الى حسابي او الحساب الخاص بك، ونقفل بقى الصفحة الاولانية دي مش محتاجينها لانه خلاص فتح لي موقع في صفحة تانية. تمام اهي، ونقفل دي برضو، البريد ده مش محتاجينه بالجيميل. وبعد كده ندخل على كلمة ميل بالشكل ده، بقول لي ضيف رقم تليفون محمول، هضيف له رقم تليفوني، بقول لي التليفون غير صالح، هشيل الصفر اللي في الاول ده، هكتب له 10 على طول، 010 هكتب له 10 على طول. تمام، ارسال، بعت لي الكود ارسال على التليفون 30972209. التحقق، متابعة، تهانينا. تمام، هنختار الخيار الاولاني ده. تمام، ونقول له بروسيد، وهنا جاب لي خطة الاسعار. طبعا احنا متفقين ان احنا نعمل كل حاجة مجاني، مش هدفعك ولا سنت. هننزل تحت كده اقول له هنا تراي ناو اللي هي الفري فري بلين، وبعد كده هضيف الدومين بتاعي، اد انا زيتنج دومين ولا هتشتري دومين جديد، لا انا عندي دومين من قبل كده، هقول له اد ناو. بقول الدومين بتاعك اسمه ايه؟ الدومين بتاعي اسمه احمدقطب.com اللي هو الدومين ده. الدومين بتاعي انا شاري من جدادي، ودي لوحة التحكم بتاع جدادي اللي هنتابع عليها برضو ان شاء الله. تمام، هذا الدومين، والشركة بتاعتي اسمها احمد قطب، حط اسمك عادي يعني، والصناعة بتاعتك اختار المجال اللي انت عايزه. انا بالنسبة لي هحط education تعليم، واقول له اد. بروسيد تو دومين فيريفيكيشن، عايز يتأكد ان الدومين ده بتاعنا، هقوله التحقق منولي يدويا،
بيقول لي خد السجل ده حطه عندك في الدي ان اس بتاع جدادي، ده سجل تكست اضغط هنا كده واروح على جدادي، ادي الدومين بتاعي احمدقطب.com، اختار من هنا مانج دومين علشان اوصل للدي ان اس بتاع الدومين ده واضيف فيه السجلات اللي هو عايزها. ادي مانج دي ان اس وادي السجلات بتاعتي، اقول له اد، وبعد كده في الطيب قال لي ضيف الطيب بتاعه تكست، هنا اضيف اد شيفت مع رقم 2 في لوحه المفاتيح، وهنا اضيف القيمه اللي هو مدهاني كنترول في واقول له اد ريكورد، اضافت بنجاح. بعد كل عملية اعمل ريفرش وروح انا الصفحة دي عشان نكمل. انا كده ضفت له السجل اللي هو عايزه ده وقال له فريفاي، بيقول لي فشل، ننتظر ثواني لحد ما اكتف العملية والسجل يسمع تاني. تم بنجاح، تمام. هنا بقى بيقول لي الايميل اللي انت عايز تعمله ايه علشان يبقى الايميل اللي انا عايزه @احمدقطب.com، فانا هخليه مثلا ادمن عشان يبقى ادمن @احمدقطب.com، وهنتعلم ان شاء الله مع بعضينا في الفيديوهات الجايه ازاي نعمل اكتر من ايميل، لان انت معاك لحد 5 ايميلات احترافيه، معاك لحد 5 بريد الكتروني احترافي. انا كده دلوقتي هعمل معاك في الفيديو ده اول واحد بس اللي هو ادمن @احمدقطب.com، وبعد كده اقول له كرييت. هيطلب مني بقى شويه خطوات كده تاكيديه وامد الحساب بتاعي للبريد بتاعي. الف مبروك، عمل لي اول ايميل احترافي ادمن @احمدقطب.com، ده الايميل اللي هو الماستر الاساسي، واي ايميل هعمله تاني بيبقى ايميل فرعي. هنا بيقول التوتال يوزرز واحد بس، هنضغط بقى على الايميل علشان نكمل بقيه الخطوات. هرفع صوره شخصيه، براوز فايل، كلام جميل. نرجع بقى كده وبعد كده ندخل على الداشبورد. عندي هنا انا ضيف دومين واحد وعندي هنا يوزر واحد من 5 رخص، تمام بالشكل ده. طيب هننزل كده عشان نكمل اعدادات الامان بتاع الدومين. انا اضغط على اول واحد ده ونفعل الخيار ده، تمام، ونرجع تاني عندي الداشبورد، عندي الاوبشن التاني، نضغط هنا اقول له مانوالي. هنا بيقول لي ضيف الثلاث سجلات الام اكس دول في جدادي في الدومين بتاعك، حاضر. ادي اول سجل ام اكس ات 10، تمام، ادي جدادي ات ام اكس ات هنا 10، وهنا القيمه اللي نسخناها كنترول في وقال له اد ريكورد، تمام. نجيب السجل الثاني ده 20، اوكي، اد ام اكس اد 20 كنترول في اد ريكورد. السجل التالت اد ام اكس اد ده كام، 50 كنترول في اد ريكورد، تمام. ونعمل اعاده تحميل ونرجع عند زهو، وهنا اقول له فيريفاي، انا خلاص ضفتهم، اكد، تمام صح اهو. خش على الخطوه اللي بعديها الاس بي اف مانوالي برضو، بقول له ضيف السجل التكست ده، حاضر، نسخ، وندخل عند جدادي اد ده تكست اد وادي السجل وقاد بالشكل ده، تمام. اعد تحميل، نرجع عند زهو، هنا بقول لي ملاحظة ده بياخد من 30 دقيقة لحد ساعة لحد يوم، نجرب كده، نقول له فريفاي، اكد معايا، تمام، كلام جميل. اللي بعديه مانوالي برضو، ده تكست برضو، القيمة الاولانية اد تكست وادي القيمه الاولانيه، حاضر، كنترول في وادي القيمه الثانيه كوبي، ونيجي هنا كنترول في في لوحه المفتاح واد، كلام جميل. اعاد تحميل،
على التحميل اللي انا بعملها دي علشان يسمع معك على طول. تمام، نرجع عند زوهو، اقول له هنا فيريفاي، هنا بيقول لي لسه ما سمعش. طيب تاني، طيب شويه كده وهيسمع. تمام، الخطوه اللي بعديها مش هنعمل فيها اي حاجه كده، نرجع عند الداشبورد من تاني ونعمل على التحميل، والخطوه دي خلاص اتاكدت اهي. تمام، كلام جميل. طيب عايزين بقى نجرب الايميل ده شغال ولا مش شغال، ارسال واستقبال. هضغط هنا على الصفحه الرئيسيه اللي جنب اللوجو بتاعي، فتح لي الايميل بتاعي، مش محتاج نقرا الرسائل دي، نعزفها، حذف بالشكل ده. طيب عايزين نجرب بقى البريد الالكتروني ده في الاستلام وفي الارسال. عايزين نستقبل عليه الاول، اخش على الايميل بتاعي الجيميل بتاعي واجرب ابعت منه. ادي انشاء الى admin at ahmed.video.com. تمام، وحايد بالشكل ده العنوان، والموضوع هسميه تجريبي، اكتب له فيه تجريبي كده. ارسال، تم ارسال رسالة. تعال ندخل على زوهو بقى كده، لسه ما وصلتش، نعمل اعاده تحميل. وصلت الرسالة، تمام بالشكل ده، كلام جميل. طيب تعال رد عليها كده، انا اقول له شكرا ارسال، تم ارسال البريد. تعال ندخل على الجيميل، وصلت اهي. تمام، يبقى كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل ايميل او بريد احترافي او ايميل اعمال او بريد بيزنس على زوهو. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل ايميل تاني وتالت على موقع زوهو. طيب في نهايه الفيديو علشان الناس ما تهش منا، انت قفلت كل حاجه وخلصت شغلك كله تمام، وعايز تدخل بقى على الايميل بتاعك من تاني بعديها بشويه، تاني يوم، بعد شهر، بعد اسبوع، بكل بساطه تدخل على جوجل، اكتب زوهو وادخل على موقع زوهو. وعايزين نعمل تسجيل دخول على الايميل بتاعنا اللي احنا عملناه، ادي ايميل تسجيل الدخول، وهنا هكتب الايميل الاحترافي اللي انا عملته اللي هو admin@ahmed.com. تمام، التالي هتدخل كلمة المرور اللي انت عملتها، تسجيل الدخول، حفظ، ماشي، ذكرني لاحقا. بكل بساطة فتح معاك الايميل من تاني. تمام، بس كده، ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. مستشجع على لايك على الفيديو وتابع الفيديوهات الجاية. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.